السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم سر من اسرار بياض الاسيويات، وصفة رائعة ومن اجمل الماسكات لتجبيد الوجه وازالة التجاعيد وتنعيم بشرة الوجه. بالنسبة للمكونات فنحن نحتاج فقط الى الارز او بالضبط ماء الارز. بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة، نقوم بأخذ الأرز ونضعه في الماء ونتركه يطهى جيدا. بعدها نقوم بأخذ فقط ماء الذي قمنا بطهي فيه الأرز، نتركه في المبرد لمدة ليلة كاملة. بعدها ستجدون هذا الماء مثل الجيلاتين، سيكون قوامه ثقيل. هذا الماء هو الذي سنستعمله على البشرة، سنقوم بوضعه كماسك على البشرة ونتركه مدة 30 دقيقة. يجب عدم التحدث أثناء وضع الماسك، ستشعرون بأن الوجه بدأ يتجبد وبأن التجاعيد بدأت تزال من الوجه. هذه الوصفة ستساعدكم على إزالة التجاعيد وعلى تنعيم البشرة، ويمكنكم احتفاظ بهذا الماء مدة طويلة في المبرد. شكرا على تتبعكم، أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة فهي جد مفيدة للبشرة ومن أسرار الأسيويات ومن الوصفات التي يستعملونها بكثرة. شكرا على تتبعكم وعلى وفائكم، لا تنسوا بعمل جيم للفيديو، اشتراك في القناة وبرتاج لهذا الفيديو، لا تنسوا بطلع على الموقع chefmariam.com أيضا موقع شواتي. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم، حلقة قادمة بإذن الله. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.